يا ولا رب يا فوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله طيب والله. أنت من أين؟ أنا مصطفى، أنا دولة الصعلالاج. الحمد لله أنا موجود، كل شيء مية مية كويس الحمد لله. من أين تعلمت اللغة العربية؟ بس أنا سافر دولة الكويت 5 سنة، أنا قاعد هناك الحمد لله كل شيء زين. دراسة عمل شنو؟ ويتيوب. لا بس شغلته طبعا. الحمد لله العمل بس كل شيء شوي شوي زين. كيف كان الحال هناك؟ يعني شغلت يعني مكان من السيارات، بيع سيارات. ايوه ما شاء الله. ايوه اخبرني على ناس ساحل العاج، شعب ساحل العاج. ايوه اعطينا فكره عليهم. الحمد لله اذا كوره كوت ديفوار 100% بالكوره ان شاء الله، كوره من افريقيا مني غير اي مكان. اوكي تعرف لاعبين جزائريين؟ شنو؟ هل تعرف لاعبين جزائريين؟ شكونين شوية الجزائريين؟ لا مو كله بس شوية بس. من؟ الديفونسير لا. بس بيني. ايوه بس مو كله انا اعرف، بس مارس. ايوه مارس. اوه 1 2 3 في فالجيريا الحمد لله. على هي في الجيريا.